كان انت توا ركحت روحك باش تتفرج في فيديو متاع اليوم وشبت معاها ملذة وطاب وباش تبدا تاكل وتتبنن في الماكلة وفي اللي تتفرج فيه. نحلي في يدك وهو باش يقول لك علاش. Knowledge عطايل coming up. السلام عليكم يا ابطال، امين مراد معاكم وانتم تتفرجوا في الحلقه الرابعه من نولج على الطاير. يا حسره على ايامات زمان كي كنا نروحوا للدار نتجراو باش نتفرجوا في الصور المتحركه كيما ريمي ماروكو داي الشجاع وتتشبد معاهم الاطباق الشهيه وملذ وطاب ويولي كل شيء بنين، وخاصه في طقس بارد كيما هذايا نجبدوا لها المحمصه والبرغل يبدا مشخشخ بالخضره سخون شي يعمل كيف. انا الحقيقه ما كنتش مغروم بيهم برشا، لكن الوالده ما بين نهار ونهار طيب لنا طبق من الاطباق هذوما. تحيه للامهات الكل. الموضوع ما يتعلقش بالمحمصه ومش زاده بالبرغل، الموضوع اعمق برشا من هذا. الموضوع اللي باش نحكيوا عليه في الفيديو هذيا يتعلق بالماكله اللي ناكلوها قدام التلفزه، وها باش نفسر لكم شنو يصير. American Journal of Clinical Nutrition عملوا دراسه قسموا فيها زوز جروبات ياكلوا نفس الماكلة، لكن جروب ياكل قدام التلفزة وجروب لا. النتيجة تحصلوا عليها من الدراسة هذه اللي الجروب اللي ياكل قدام التلفزة باش ياكل أكثر ماكلة وباش يجوع في وقت أقصر. زعم علاش؟ التفسير بسيط برشا. يا سيدي قال لك كي تبدا تاكل وماكش مركز مع الماكلة متاعك، ومركز مع حاجة أخرى، وفي الحالة هذه نحكيو على التلفاز. في الحالة هذه باش تشتت الذاكرة متاعك اللي من المفروض تبع سنيا الجسم متاعك اللي أنت شبعت. في الحالة هذه باش تبعث السينيال للجسم نتاعك اللي انت مازلت جيعان، وهذا باش يخليك تاكل اكثر من العادة، وينجم المعلم حتى بعد وقت قصير يتهيأ له اللي هو ماكلاه حتى شيء، ويرجع على صفر بطنك يغرطوا من لول وجديد عبارة ماكليت حتى شيء. الحقيقة هذه ديما تصير لي، خاطرني ما ناكل كان قدام التلفزة. مش حل. الحل يا ابطال بسيط برشا. لازم تركيز كامل للذهن متاعنا في الحاجات اللي نعملوا فيهم بما فيهم الماكلة. عيش اللحظة، اغزر له في عينيه، تبنن الريحة، كلوا واحدة واحدة. كان وصلت للبارتي هذه يا بطل ويا بطلة نقول لك حاجة برك، أنا فرحان بوجودك معنا في الكوميونيتي هذه، خاطر ما تنجم تقدم كان بيكم تسحق الدعم متاعكم والكلمة الباهية منكم.